هاي اليوم الكواليس ويا ضرغام العراقي حبيبي قداوي شلونك؟ بعد قلبي ضرغومه الله يخليك. اليوم تعبنا بالتصوير. اي وعلي. بس ان شاء الله الفيلم يطلع احلى. ان شاء الله. هاي الوليد موجودين. حمودي الذهب. حبيبي الغالي. شلونك حمودي؟ الله يخليك. تحياتي لكم. حبيب قلبي. هاي اليوم احنا تجهيزات جاي يسوون على مود نسوي الفيلم مالتنا. تراقبوه بقناة ضرغام العراقي. شوفوا ان شاء الله يعجبكم. السلام عليكم. السلام عيوني. اليوم ماكو لحية. والله يوفقكم قناتكم ان شاء الله. رحم الله والديك. ان شاء الله 10K. ان شاء الله. 100K. ان شاء الله توفيق من الله. تعال اخذ ابو عين عاقد. تعال معود. تعال ايش فيك يا معود؟ شلونك سجاد؟ والله الحمد لله بخير. تشوف اريدكم بعد اقوى بالافلام ماشي؟ ان شاء الله. توصلون 100K اقرب وقت. ان شاء الله. يعني 100,000 مشتري. هاي الوليد. اموري حمودي ان شاء الله باكر الفيلم ينزل ان شاء الله. دافكر ينزل باكر ينزل يبدل. هاي الوليد قاعدين يصورون. تراقبوا الفيلم مالتنا اللي راح ينزل. فيلم مشترك احنا والشباب. ها اموري الله يخليك. وهذا حمودي. هذاك سجاد. هذا ضرغام بس جايب على مود السكتش مالتهم. ان شاء الله يعجبكم الفيلم مالتهم. كواليس مالتنا. وهذا مقتدى وياكم. حبيبي اموري شلونك حبيبي؟ والله جاي نتابع هسه الكواليس مال هذا ضرغام العراق. هذا ضرغام العراق. قداوي اليوم كواليس مقتدى الغالي بعد قلبه حبيبي فيصل احمد الذهب ضرغام نسوي من الفلوس مو الدوري صدق. هذا عيل بهري. انا وهيك انا وهيك دوش بالعبه. لا لا عيره عيره كيف انا كيف برغم شيء بالياء شيء بالياء تاع سجال هذا ميرا قام اخيدك شنو استاذي شباك هو ليش مشبنات هنا بين السطح هسه الجبل هسه بعد شعراي اللي اخذك اه لا ما بس عم رجال كبير رجال كبير عشان صار وعلي صار بس تعخنا هاي من نانا هاي بدنا نسوي لنا وحده من صفحه راسه هو بتشوف هو بعد بعدك شوارب شوارب تدي السوره شكبرها طايح شواربك بس شوارب شوارب شايلين ما شايب انا هاي شوارب شايبين الصراحه له حضرتك وتك مع راسي هاي دار كنا صرج ما يفاشك
بالنهاية خلصنا الفيديو ويا ضرغام، وتابع الفيديو على قناته إن شاء الله راح يعجبكم، فيديو كلش حلو تعبنا فيه. يلا ماشي، ولا تنسون تتابعون قداوي، أفلامه جديدة إن شاء الله حلوة راح تعجبكم، وراح تشوفون تطور إن شاء الله. ماشي إن شاء الله. سجاد نايم يا منها سجاد نايم يلا تحياتنا لكم، تحياتنا. وبالنهاية لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، تفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد.